إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. نواصل معكم التعريف بقبيلة سمزال، وفي هذه الحلقة سنتناول موضوع قرى قبيلة سمزال. هذه القرى التي يبلغ عددها 47 قرية منضوية تحت 5 مناطق تتكون منها القبيلة وتسمى الأخماس، وهي 5 أفلواسيف، 5 تنسوفت، 5 تفروتن، 5 أوغادير، 5. وسنعرض قرى كل 5 على حدة حتى نستفيد أكثر من التعريف بكل قرى. وفي هذه الحلقة سنبدأ بحول الله بقرى منطقة أو 5 تنسوفت، وهي الحد نيتنزال من قرى قبيلة أيتمزال، وتقع بمنطقة تنسوفت، وقد كانت قديما مركزا تجاريا لقبيلة أيتمزال، ومنه جاء اسم سوق الحد نيتنزال. ولا زالت أطلال أزقة سوقه شاهدة على ماضيه، وقد أصبحت الآن مآوي لبعض أحفاد التجار القدماء والرحل الذين تقطعت بهم السبل فاستوطنوا هذا السوق بعد أن دمر الاحتلال الفرنسي أغلب مبانيه وكذا بيوت السكان عقب انتفاضة 1936، والتي قامت بها القبائل المتحالفة من أيتمزال وأيت بها وأيت والياض وأيت وادريم ضد الاحتلال الفرنسي. وبسبب هذه الحادثة وما تلاها من جوائح وبائية عمت المنطقة، توقف نشاط هذا السوق بأمر من سلطات الحماية، ونقلت يوم سوقه الأسبوعي وهو يوم الأحد إلى سوق أربعاء أيتباع. وبالنسبة لتاريخ سوق الحد نيتمزال، تذكر الوثائق ورسوم المعاملات التي أنجزت فيه، ومن أقدمها تعود إلى القرن 18 ميلادية، ولنا عودة إلى هذا الموضوع في الحلقات القادمة الخاصة بأسواق قبيلة أيتمزال. تلحج من قرى قبيلة أيتمزال، وتقع بمنطقة تنسوفت على الضفة الشمالية لوادي أيتمزال، وتوثق في الرسوم باسم عربي هو ذات الحاج، وتضم أسرا لها علاقة نسبية قديمة مع قبيلة تدمة التابعة لاتحادية قبائل أيت صواب، وبعض أسرها الأخرى عريقة في النسب في ذات القرية. تكتلت قرية من قرى منطقة تنسوفت، ويشترك سكانها مع أهل قرية تعشق في أصولهم بسبب نزول بعض أجدادهم إلى أسفل جبل تنسوفت، واستوطنوا ضفة الوادي بجوار أملاكهم وبساتينهم هناك. ومن أقدم أفراد أسر تكترت إلى جانب أسر تعشق تعود في تاريخها إلى القرن 19 ميلادي. تعشق قرية صغيرة من قرى قبيلة تنزال، وتقع بمنطقة تنسوفت على الضفة الجنوبية لوادي تنزال، وأصل سكانها يرجع إلى قرية تكترت المجاورة لها في أعلى الجبل المطل عليها. نزل أجدادهم إلى أسفل جبل تنسوفت واستوطنوا في ضفاف الوادي الجنوبية بجوار أملاكهم وجنانهم هناك. أسكال من قرى قبيلة أيتمزال، وتقع بمنطقة تنسوفت على الضفة الشمالية لوادي أيتمزال على الحدود الشمالية مع قبيلة تسجدلت التابعة لاتحادية قبائل لن، وتعرف باسم زاوية أسكال بسبب تاريخها العريق في العلم والعرفان، وأغلب أجدادها من العدول والقضاة والمفتين تحفل بذكرهم كتب التاريخ. الدود حماد قرية من قرى قبيلة تنزال، تقع بمنطقة تنسوفت وباسمها يعرف أصلها، أي الجد الأعلى داود بن حماد، ولا يعرف لحد الآن شخصه ولا أصله، إلا أن هذا الاسم تحمله القرية منذ قرون عديدة. ومن المعلوم
أن بعض القرى في قبيلة تمزال تحمل أسماء أشخاص ربما يكونون أجدادا لها، وهي قليلة مثل أيت عثمان وأيت دير وأيت الطالب وأن عمران وأغنينال وتلحاج وغيرها. ورد ذكر أجدادها في الوثائق والرسوم منذ القرن الثامن عشر الميلادي. هكذا سنين قرية من قرى قبيلة أيت مزال تقع بمنطقة تنسوفت، وترجمها الموثقون القدماء بعنق سنين، ويعني هذا الاسم الممر الجبلي الضيق في المناطق الجبلية القليلة الارتفاع. وقد خص المؤرخ لوست إطلاق أقرد على الممرات الجبلية بالأطلس الصغير، حيث يتكرر كاسم لمواقع. وتأتي أقرد نسنين في الدرجة الثانية بعد قرية أسكير في كثرة فقهائها وعلمائها قديما، فهي قرية عالمة برجال العلم والفقه فيها، حتى أنها يطلق عليها أحيانا اسم وليها الصالح الشهير سيدي صالح مليل عوض اسمها المعروف. وقد ورد ذكر أجدادها في الوثائق والرسوم منذ القرن الثامن عشر الميلادي. أغنينال من قرى قبيلة أيت مزال الواقعة بمنطقة تنسوفت، وتعرف في الوثائق القديمة بالترجمة العربية هون علي أو تل علي أو كدية علي، وهي من القرى الحدودية للقبيلة لقربها من أراضي قبيلة أيت ولياض. وتاريخ أغنينال عريق جدا، وهي من القرى المزالية الأصيلة، وتعتبر من المعابر الرابطة بين قبيلة أيت مزال والقبائل المجاورة القاطنة بقلب جبال الأطلس الصغير الشاهقة، كقبائل أيت ولياض وأيت يوغمان وأيت وكتير وأيت تدلي وغيرها. مليون قرية من قرى قبيلة أيت مزال، وتقع بمنطقة تنسوفت، ويمتاز موقعها الاستراتيجي المشرف على الهضاب السفلى لجبال الأطلس الصغير، كما يمكن مشاهدة أضواء مدينة أكادير من أسطح بيوتها ليلا بالرغم من مسافة 100 كيلومتر تقريبا نظرا للعلو الشاهق لهذه القرية. وبالنسبة لسكانها ففيها عائلات كثيرة عريقة، ورد ذكر أجدادها في الوثائق والرسوم منذ القرن الثامن عشر ميلادي. تفات قرية من قرى قبيلة أيت مزال تقع بمنطقة تنسوفت بالقرب من قرية أفن تنسوفت، واسم تفات تصغير لكلمة أفا وتعني قمة الجبل الصغرى. وتشترك تفات مع جارتها العليا أفا في بعض أصول سكانها. أفن تنسوفت قرية من قرى قبيلة أيت مزال، وتقع بمنطقة تنسوفت على قمة جبل شاهق يقدر ارتفاعه بعلو 1030 متر. وترجم الكتاب الأقدمون اسمها بالعربية في رسومهم باسم شفا تنسوفت. وتتميز هذه القرية بهندستها الفريدة، حيث تتوسطها بناية المسجد مشرفة على جميع جنبات القمة. وقد قيل أن هذا المسجد جزء من مرافق حصن قديم أكادير كان مقاما على القمة، وربما توجد أطلاله مخفية بين جدرانه ولا يعلم أحد بوجوده، ويدل على حضارة ما كانت هناك قبل قرون. هذه هي قرى منطقة تنسوفت، وسنعود إلى التعريف بكل قرية حول تاريخها وسكانها ومناطقها ومجالاتها وحدودها. وإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء وعلى المحبة والسلام.